نوصل على راسي خليت. هذه وجه قدامها وبضغط على المعارض هم كادر الثاني كادر يشتغلوا اليوم بالليل. هذا زين. ايه هاي مدينا حبل استقامه. طلعنا استقامه. قلت لكم خلوا حبل الجص. صدق لا حبل جبناه والله الساعه 2 بدينا دزينا. عدل. ايه. شوف هذا مرتب. لا مرتب هذا بالكتر و بس نصب القالب الجانب ويصير له بلوكر هذا اللي شلايقه. نكسر هذا الموجود الجريدري يعني استعملنا بالاليات كان المفروض الكتر عزل لك اياه تعال المراقب السلام عليك سلام عليكم شلونك انا تباشرت بالشغل صار عندك استراحه انت من الصبح اشتغلت راح تصل لهنا شو وين النوم تشتغل استاذ نرجع مستمر مستمر لي صايمين ولا مفطرين؟ انا صايم مريض مره وهذول فيهم صايمين جدا تعال دير بالك دير بالك احمد محمد صايم ولا وانت انت صايم ولا مفطر؟ والله صار مفطر خمسه استاذ هذه عندنا روطان هنا عارف بس عندنا بحر روطان مسكين تيكا لحم ان شاء الله هي اللي تبي ان شاء الله تعالى زرات تيكا لو حد ايش هذا التيكا اللي في الطريق هذا جاي هذا يسوي مجرى الماء ينزل هذا الماء منين هذا استاذ هذا القطر بوري تاع ينزل لا مو بوري قطر مال الماء ينزل بالشارع وهذا مسوي له رمبه بالساحه وينزل نعمل له ساقه بعدين نحط قواعد صفائح سلكت قاعده وقوالب بعدها خسيس حتى العبر الميه بعدين حتى هذا الروطان بحفره هذا كله تحويله مؤقته انت ليش ما تقال لي الطريقه؟ هذا على طول اربطني بوري بي خلي يسحب يسحب صفحه بس على شرط يكون ممكن. اي تمام استاذ هذا احسن من هاي الشغله كلها ان شاء الله روح جيب لك بوري نفس هذا صار 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 ان شاء الله مو بوري واحد بوري يعني من مسافه 12 متر بوري هم كنت انا الشكل مال التحويلات ثلاث بوار ايه اشتريها انا اعطيك فلوس احسن لك من هذا اكيد والله كذا اولا التعب هذا العامل وما منها نتيجه من المي راح يسرع عليك هذا سيدي يقول اجل نشارك مرة خبرنا ما حد ما قلت له
هذا كله اشتغل به. فاللي يصير روح او جاي هذا اكيد اشتغل، لازم تعدلها. انا اصلا كذا مثال. نعم هذه ما تشتغلها الا نكمل هذا ينشف ويكمل هذا. نعم دفع وتدفن وترد وتبلط ذيك الساعه تبدا تحولها. اكيد استاذ الياس كله راح تشال. شيلها شيلها. ها جيب جيب الشيف المن حديد لحق وعبر لي حتى ذا يجي استقامه. ماشي سوي من حد هذا من حد هذا البوي. زين نعم استاذ. شيل اخر الممر يصير من هنا. نعم استاذ. هذا سيد واحد ايهاب واياب واشتغل لحد هاي المنطقه. نعم زين هذه كلها تاخذها تشتغل بها. بس الاسراع بهذا العمل هنا تكون جاهز من تخلصوا التحول هنا. يعني انت تقصد استاذ هذه مقطع قصير حتى كله هذا الطريق لين قطع هذا المقطع هذا مسار استاذ وصل فكره تاخ. ماشي يعني هسه هذه الوصله صارت 600 والباقي كله 1000. لا 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 بس 600 استاذ هذا خلاص 600 منا 600 بس كان 1000 استاذ بس هذا جزء 1000 استاذ كان 1000 يعني هو سالف. نعم استاذ. لحظه اكثر من خطا صار بشغلك اما تخلوني اقول لكم اطلعوا بصفحه وخلي لو المجاري تشتغلها لو البلديه تشتغلها ولا هذا الاعمال انا ما اقبل فيها. المجاري استاذ ما في اي بس هو التكل استاذ صار بيها ما يشالوه جماعه البلديه التكل ما كان بيش. اليوم ومن خلال تواجدنا في الجانب الأيمن لمدينة الموصل تقوم بلدية الموصل بإعادة إعمار طريق الرابط بين سيطرة العقرب ومنطقة المنصور. هذا الطريق الذي خربه أشرار داعش وكنا متواجدين وبإشراف السيد محافظ نينوى في هذه المنطقة وهذا الطريق الحيوي الذي يربط معظم محافظة نينوى بالمحافظات التي تقع جنوب نينوى ابتداء من صلاح الدين وإلى آخر محافظة في الوطن العراقي وكذلك مناطق جنوب الموصل ومناطق غرب الموصل. هذا الطريق الرئيسي لمدينة الموصل وهو اليوم الشريان الرئيسي لإمداد مدينة الموصل بالإمدادات المدنية والعسكرية والإغاثية. هذه خطوة حقيقة تشكر عليها بلدية الموصل وإدارة محافظة نينوى وذلك من أجل إعادة إعمار ما دمره أشرار داعش وتسهيل هذا الطريق الذي قطعوه أوصالا على سير المركبات سواء كانت المدنية أو العسكرية. حضرنا هذا اليوم استمرارا للعملية الكبرى التي يقودها سيد المحافظة بإشرافه المباشر حيث قامت جميع الدوائر الخدمية وبوتيرة واحدة وبكل دائرة حسب عملها الخدمي فيرى المواطن كل جهود هذه الدوائر الخيرة
في خلية نحل في أنحاء الساحل الأيمن من أجل إعادته إلى المدينة وإعادة الحياة الطبيعية إلى هذا الساحل، حيث نرى الماء المجاري الكهرباء البلدية البلديات بجهود جبارة، خط شروع واحد من أجل النهوض بهذا الساحل وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين. استكمالا لعمليات فتح الطرق وإعادة صيانتها ورفع المخلفات التي تركها داعش، تقوم اليوم مديريتنا مديرية بلدية الموصل بحملة موسعة لإعادة صيانة الطرق وفتحها ورفع مخلفات الحرب بإشراف مباشر من الحكومة المحلية متمثلة بشخص السيد المحافظ. نعاهد المواطنين الكرام بأن نبذل الغالي والرخيص من أجل إعادة الحياة إلى الجانب الأيمن من المدينة كما فعلناه في الجانب الأيسر.